بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. نكمل مع بعض دروس مادة العلوم الفيزيائية وآخر جزء من درس الأمن الكهربائي. بعد أن تعرفنا أعزائي المتعلمين على كيفية حماية الأشخاص من أخطار التيار الكهربائي، اليوم سوف نتعرف على كيفية حماية الأجهزة. وأهم خطر قد يتعرض له الجهاز هو التلف بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي. وزيادة شدة التيار الكهربائي لها سببان رئيسيان. قد يزداد شدة التيار الكهربائي عند حدوث الضارة المستقصرة، وسبب الضارة المستقصرة إذا لامس سلك الطور سلك الحيادي في مكانين غير معزولين، بمعنى إذا زالت المادة العازلة وتلامس سلك الطور والحيادي فسوف تحدث ضارة مستقصرة ويزداد بسببها شدة التيار الكهربائي وترتفع درجة الحرارة وتحدث الحرائق. أما السبب الثاني فهو الزيادة في الحمولة، وسببها إذا قمنا بتركيب مجموعة كبيرة من الأجهزة في مأخذ واحد فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة شدة التيار الكهربائي وتحدث الحرائق. لذلك من أجل تجنب أخطار التيار الكهربائي على الأجهزة سوف نعالج هذه النقطتين. الأولى، كيف نتجنب حدوث الضارة المستقصرة التي سببها ملامسة سلك الطور للحيادي في مكانين غير معزولين؟ أكيد أنه يجب أن نقوم بتغليف الأسلاك في الأماكن غير المعزولة. مثلا إذا كانت لدي أسلاك وزالت المادة العازلة يجب أن نقوم بتغليفها مباشرة بمادة عازلة حتى نتجنب الضارة المستقصرة. النقطة الثانية ألا وهي تركيب المنصهرة، وتسمى أيضا الفاصمة والصهورة. والمنصهرة أعزائي المتعلمين لها عدة أشكال وعدة أنواع حسب نوع التيار الكهربائي. مثلا هذه المجموعة هي منصهرات خاصة بالتيار الكهربائي المتناوب، نجدها في الأجهزة والمنازل. أما هذه المنصهرات فهي منصهرات خاصة بالتيار الكهربائي المستمر ونجدها أساسا في السيارات. على العموم مبدأ عملها واحد وبسيط. لو تلاحظون مثلا في هذه المنصهرات هي عبارة عن أسطوانة زجاجية تحتوي على سلك شعيري. لاحظ جيدا معنى كلمة شعيري، أي هو سلك رفيع. هذا السلك الشعيري يحتمل شدة تيار كهربائي معينة. مثلا لو نأخذ على سبيل المثال هذا المنصهرة، لاحظ جيدا مكتوب عليها 10 أمبير، بمعنى هذا المنصهرة إذا زادت شدة التيار الكهربائي أكثر من 10 أمبير فسوف ينقطع ويتلف هذا السلك الشعيري وهو سلك ناقل، بمعنى سوف تصبح الدارة مفتوحة. بنفس الطريقة في هذه المنصهرات، مثلا في السيارة لكل دارة معينة في السيارة هذا المنصهرة التي تحميها، مثلا دارة الإضاءة. لو نفرض أن هذه المنصهرة التي تحميها إذا حدث خلل ما بسبب الدارة المستقصرة أو بسبب زيادة في الحمولة أو أي سبب يؤدي إلى الزيادة في شدة التيار الكهربائي وزادت شدة التيار الكهربائي عن 20 أمبير فسوف تتلف هذه المنصهرة وينقطع السلك الموجود بالداخل فتصبح الدارة مفتوحة، وبذلك وكأنني قمت بفتح الدارة بطريقة غير مباشرة. قد يتبادر في ذهنك لماذا تتلف المنصهرة؟ إذن هي عبارة عن خسائر. تخيل معي عزيزي المتعلم، عندما تتلف منصهرة قد يكون ثمنها كأقصى تقدير 10 دينار جزائري، إذن سوف تخسر 10 دينار جزائري. لكن تخيل معي لو الدارة لم تحتوي على منصهرة وكانت تحتوي مثلا على ثلاجة أو على تلفاز أو على حاسوب أو على جهاز أو ماكينة إلكترونية باهظة الثمن، تخيل ماذا يحدث لو ارتفعت شدة التيار الكهربائي؟ سوف يتلف هذا الجهاز. إذن من الأفضل أن تتلف أو يتلف هذا العنصر الذي ثمنه 10 دنانير أحسن من أن يتلف جهاز ثمنه ملايين الدنانير. لذلك أعزائي المتعلمين بهذه الطريقة أكون قد حميت الأجهزة من خطر ارتفاع شدة التيار الكهربائي. الطريقة الأخيرة ألا وهي تركيب القاطع الآلي أو القاطع التفاضلي. إذن كما سبق وذكرنا في حماية الأشخاص، القاطع التفاضلي يحتوي على شدة أو يحتوي على حساسية إذا حدث تسرب. وفي الأساس القاطع التفاضلي أو القاطع الآلي يقوم بفتح الدارة الكهربائية إذا تجاوزت شدة التيار الكهربائي الداخل حساسية هذا القاطع التفاضلي أو هذا القاطع الآلي. لاحظ جيدا هذه الكتابة 63
أمبير، بمعنى إذا كانت شدة التيار الكهربائي الداخل إلى هذا الدارة أو إلى هذا المنزل أقل من 63 أمبير فإن القاطع يبقى مغلقا، لكن إذا كانت أكبر من 63 أمبير، على سبيل المثال كانت 70 أمبير لسبب ما، بسبب دارة مستقصرة أو زيادة في الحمولة، ترتفع الشدة. ما إن تتجاوز 63 ماذا يحدث لهذا القاطع الآلي؟ إذن سوف يفتح، إذن تصبح دارة مفتوحة، وبذلك قد حمى عناصر دارة المنزل من التلف وفتح الدارة. إذن بهذه الطريقة نكون قد ذكرنا أهم نقاط التي بها نحمي الأجهزة من أخطار التيار الكهربائي، وخصوصا زيادة شدة التيار الكهربائي. أتمنى أعزائي المتعلمين أنكم قد استوعبتم هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في الميدان القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم.